السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزوج لما يمضي على القايمة بيبقى متضرر ليه؟ مش دي حاجات دخلت بيتك ولا حماك مضاك عليها وخلاها عنده ولا اتصرف فيها؟ يا الحاجات دي مش داخلة بيتك حتة حتة، وكل حاجة لها سعرها، وفي حاجات بيبقى لها فاتورة. الأسعار غالية صحيح، أوضة النوم غالية والأسعار كلها غالية والأجهزة غالية، حاجة البنت بقت غالية جدا، يعني البنت بقت تتكلم مش أقل من الولد. هو بس الولد بيزيد إن هو بيجيب شقة، لكن هو عليه حاجات وهي عليها حاجات برضه كتيرة. في الاخر بتبقى فيه قايمه هي لما بتساعدك، طيب انت واجب عليك تمضي لها القايمه بتاعتها، لان هي مش فرض عليها انها تساعدك. دي تسهيلات ربنا يعني يسرها كده عشان خاطر الناس تقدر تكون اسره. فانت لما تمضي ما تتضررش. اللي حصل بقى ان في عريس في المنوفيه مركز اشمون مضى على القايمه وهو متضرر وحاسس ان هو مضحوك عليه. بيقول لك ده انا مضيني على نص مليون، ده انا البيت اللي فيه كله ما يساويش نص مليون. طب انت مضيت على الحاجات دخلت عندك في بيتك وده قيمتها فعلا، ليه انت زعلان؟ لما جاله حماه تاني يوم الفرح عامله وحش جدا واتخانق معاه، وحماه سمعه كلمتين، اب البنت واعتبر ده ابنه وسمعه كلمتين ما يصحش ان هو يقابله بالطريقه دي. المهم الولد حطها في قلبه وحب يردها له. قال لي مراته تاني يوم تعالي نروح لباباكي ونعتذر له وانا سامحه عشان خاطر انا غلطت فيه، وده من دور والدي برضو. البنت فرحت وقالت بس ده الامور هتصفى والامور هتبقى كويسه بين اهلي وبين جوزي. خدها وراحوا عنده وحماه وسال، قالوا انت عند الجامع بيصلي؟ راحوا له عند الجامع واستناه. اتاري الاستاذ معاه سكينه مداريها بين طيات هدومه وطلعها ونزل على حماه طعن 25 طعنه. 25 طعنة؟ ده انت لو قدامك ايه عمل فيك ايه عشان خاطر ده كله؟ يعني 25 طعنة عشان جوزك بنته، عشان مضاك على قايمة وساعدك في الجواز، الراجل بين الحياة والموت يستحق منك ده كله؟ بتمضي على القايمة وانت متضرر ليه؟ ملاش منها الجوازة خالص، لما تضيع أسرة بالمنظر ده وتضيع حياتك. لو مات اديك قتلته، ضرب افضل موت، ولو حي يا ويلك. تخيل بقى يبقى في عاهات عامله ازاي؟ يعني انت في الحالات كلها انت الغلطان، الناس ما اذيتكش في حاجه وعملت اللي بتعمله الناس كلها والعرف كله ماشي على كده، يبقى انت اذيت الناس دي ليه؟ تستحق كل اللي يجرى لك. يا ريت نفوق بقى ونعرف ان حدش منا بيمضي على حاجه الا هو عايزها. عايز تتجوز يبقى خلاص تمضي على الالتزامات اللي انت هضمت عليها، زيك زي غيرك، كل الرسام بتعمل كده. واللي انت عايز تتجوز ببلاش ببلاش، ده مبقاش ببلاش. سلام.